ازدحام كثير كبير ما شاء الله بطريق المولات. اللي عنده 4-5 اولاد شو بده يعمل بحاله؟ بده 200 دولار. هذا الفيديو اي شخص بشوفه يعمل له تاج لجميل ويقول له سوس عمك. السلام عليكم، كيفكم اخواتي؟ الله يسعد لي اياكم يا رب. الحلقة الماضية شفنا اجواء رمضان ما قبل الافطار بمدينة ادلب. اليوم راح نشوف اجواء ليالي رمضان الاخيرة بمناطق مختلفة من المناطق المحررة، فخليكم معنا ان شاء الله الحلقة راح تعجبكم، فخليكم معنا. ما شاء الله الشارع اللي موجودين نحن فيه صاير من أجمل الشوارع اللي موجود بالمناطق المحررة، وإذا ما كان أجملهم. ما شاء الله مخدم من كل شيء، مولات، مطاعم، محلات ألبسة، محلات غذائية، أدوات منزلية، فشو بيخطر ببالك موجود. فهلا راح خليكم مع جولة سريعة لطريق المولات بمدينة الدانة وبرجع لكم إن شاء الله. عند العيد شيء مميز، فرغم الظروف المعيشيه الصعبه اللي عم تعيشها المناطق المحرره الا انه الناس بدها تفرح بالعيد، لانه من العباده انك تفرح بالعيد. ومثل ما عم نشوف ازدحام كثير كبير ما شاء الله بطريق المولات بالدانة. بدي اوجه رساله لجماعه باي حال عدت يا عيد الله يوفقكم، بس هالسنه افوت على جنب شوي، لانه انت بالذات ما كنت تخلي لا عيد شجره ولا عيد فصح ولا عيد راس ولا عيد الجلاء ولا عيد الام ولا عيد اي شيء الا ما تحتفلوا فيه. فالعيد اللي انت مأمور فيه من رب العالمين انك تفرح فيه وتعيد فيه، فافرح يعني. شفتوا ما شاء الله الازدحام الكبير وعدد الناس اللي موجودة بطريق المولات بمدينة الدانة، لكن صراحة احنا حابين انه نروح على اسواق شعبية اكثر، لانه الشعب السوري بفطرته بحب البساطة، بحب العيش ببساطة والاسواق البسيطة كمان. فهلأ رح نترك طريق المولات ونتوجه لأكبر سوق موجود بالمناطق المحررة اللي هو سوق مدينة ادلب، فبنلتقى. وصلنا حالياً على أكبر سوق موجود بمناطق المحررة اللي هو سوق مدينة إدلب. تعالوا نعمل جولة سريعة فيه وبرجع لكم إن شاء الله. كنت مفكر انه نص اهالي المحرر موجودين بطريق المولات، طلع النص الثاني موجود بمدينه ادلب. ما شاء الله زحمه ما في مكان تحط رجليك، شوفوا ما شاء الله الزحمه. هلا عم نشوف في زحمه بالاسواق، بس ما عم نشوف العالم شايل اكياس. تعال شوف شو الاسعار. شلونك ملي؟ الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب، بالسلامة. شلون الحركة؟ الحمد لله. في حركة؟ الحمد لله. يعني شلون مع العيد اللي قبله؟ هلا العيد قبله أفضل. أيوه. طب شو الأسباب؟ الأسباب غلاء الأسعار. في غلاء. في غلاء. طبعا طيب معلش ناخذ هيك لمحة سريعة عن الأسعار. تفضل. هيك شيء 550. هذا لحاله معه بنطلون ولا لا؟ هيك لحاله. توينز توينز. أيوه. بتتذكر قصة التوينز؟ هذا نفس الوضع. هيك شيء بيبي 400 ليرة. يا ويلاه. اللي عنده 4-5 اولاد شو بده يعمل بحاله؟ بده 200 دولار. مع بالله؟ اي والله. بدنا نوجه رسالة بس للناس اللي عم تحكي انه الطرقات مسكرة والناس مليانة والاسواق كلياتها مليانة ناس، وعلى اساس في فقر، فبس هدول الناس بالتحديد اللي بيحكوا هذا الشيء، بس هيك حابين نوصل لكم فكرة انه ترى شد شايفين بالاسواق مثلا مليون بني ادم، ترى لسه في 4 مليون بني ادم ما بنعرف اذا جابوا شيء ولا ما جابوا شيء للعيد. هاي امر. الامر الثاني ممكن هاي الناس اللي عم تشوفوها ترى حرمت نفسها من اكلها وشربها،
كرمال انه تفرح اطفاله بثياب للعيد، ولو كانت تكلفته عاليه شوي مقارنه بالظروف المعيشيه الصعبه اللي عم تعيشها مناطق شمال سوريا المحرر. فيعني بس خلينا هيك نكون واضحين شوي، ترى الشعب السوري عنده تقديس لموضوع العيد، بده يفرح وبده يعيد رغم كل الظروف اللي موجوده عنده، فنسال الله تعالى انه يفرج عنه ان شاء الله. السلام عليكم. بدنا نجاكر جميل انا وياك. امين. عسوس. عسوس، بدنا نجاكر جميل انا وياك. هذا بك سمعني؟ لا انا بدي اياه يسمعه. حما. بعدين ما ابي ربحني. خلص ما اخذت السنه ربحت؟ لك اخذتها. خلص راحت عليك السنه اللي بعدها. طلع لي هلا باخر عيد. تعبينا عسوس هلا يلا ما مشكلة. خيو. عسوس طيب جكار فرجية. شلون؟ فرجية لجميل حسن. هاي رغبته. هاي جكارة بمين؟ انطقة انطقة ما عليك. لا لا الله يا اخي. ها؟ ما انطقة. تمر راسك كله. انطقة. لك السوس يا اخي. صب لنا سوس. سوس اطيب. صب لنا سوس. العيون شواربك. صب معلم. يلا. يلا. تفضل. هذا الفيديو اي شخص يشوفه يعمل له تاج لجميل ويقول له السوس عمك. لا 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 لا. مثل ما شفتوا يا جماعه الخير ما شاء الله اسواق مليئه والناس يعني هلا الساعه 2 الى 4 وما زالت العالم موجوده بالشوارع. الناس بدها تعيش رغم كل الظروف الصعبه اللي عم تعيشها مناطقنا المحرره، لكن بنهاية حلقتنا لابد من أنه نستذكر فضل الليالي الأخيرة من شهر رمضان المبارك واللي لازم كلياتنا نستغلها إن شاء الله تعالى، وبالإضافة أيضاً أنه ما لازم ننكر فضل مجاهدينا اللي ما شاء الله عليهم يعني بكل وقت وبكل مكان وبكل زمان عم يكونوا موجودين، واللي بعد رب العالمين هني أحد الأسباب المهمة جداً بوجود هاي الناس وتتفتل بهاي الراحة وبهذا الأمان. لهون بتكون نهاية حلقتنا، إن شاء الله تكون عجبتكم، كل عام وأنتم بألف خير، السلام عليكم.